للأسف للأسف هذا واقع علينا أن ندركه وأن نقول نعم هي عاجزة، وعلينا أن نرى كيف يجب أن نعمل أكثر من أجل تحصينها حتى لا نعود بعد سنوات أخرى لنقف في نفس الموقف ضد أطفال آخرين في أي مكان من العالم. ضرورة وجود آليات دولية جدية وقادرة على حماية الأطفال، وتحديدا في النزاعات وفي مثل ظروف مثل هذه. للأسف المنظومة الدولية لم تكن على قدر كافي من قابليتها حتى لإدخال المساعدات لهؤلاء الأطفال، فما بالك في موضوع حتى وقف العدوان عليهم. وربما يعني أنا بناشد يمكن المجتمع الدولي من التراب الجزائري، يعني هو أكثر تراب عربي ربما عرف المقاومة والدفاع عن الوطن وعن الأرض بشكل أساسي، وقدم الكثير من الشهداء كما تفعل غزة اليوم في سبيل حصولها على حريتها وعلى استقلال فلسطين إن شاء الله بمرحلة من المراحل، إلى التدخل من أجل وقف هذا العدوان الغاشم الذي يحدث الآن على غزة وحماية أطفال غزة بشكل أساسي.